اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد. طبعا كل الشكر لدكتوره رولا على هاللطائف الجميله. ووصلنا الى فقرتنا الرئيسيه لليوم وحوارنا حول العنايه بالبشره. بالتاكيد مشاهدينا كلنا بنعرف انه البشره او الجلد هو الطبقه الخارجيه اللي بيغطي اجسامنا وخاصه في منطقه الوجه، فبالتالي يعني الاهتمام والعنايه بالبشره خاصه في منطقه الوجه بتعطي مظهر جميل وجذاب وبيعطي انعكاس لحالتنا النفسيه وبنعطي ايحاء للمقابل انه احنا بصحه وعافيه. كلها هاي امور اكيد مهم نعتني ببشرتنا عشان نحققها، خاصه بفصل الصيف نتيجة أشعة الشمس ويمكن الجفاف قد يعطي البشرة مظهر باهت أو تعب، أو وبفترة الامتحانات كمان نتيجة السهر والدراسة ممكن يظهر على البشرة نوع من أنواع التعب بشرة الوجه. فبالتالي كل هاي الأمور مشاهدينا بدنا نناقشها مع ضيفتنا اللي منوريتنا لليوم، اللي هي الدكتورة غفران الحكيم، وهي دكتورة الصيدلة وأخصائية البشرة وبتعطي دورات تجميلية للعناية بالبشرة. الله يسعدك. أهلا وسهلا فيكي غفران. بداية حابة أشكركم كثير على الاستضافة الرائعة بقناة اليرموك، ويعطيكم ألف عافية يا رب على جهودكم المبذولة. مقدمة صغيرة قبل ما ندخل بمجال البشرة ونتحاور فيه أنا وياك أكثر، حابة أحكي إنه الله وهبنا كثير نعم. صحيح. وأهم هاي النعم إنه نحافظ عليها. صحيح. ونعرف كيف نتشكر عليها، فلازم صحيح. إحنا دائما نكون محافظين على هاي النعم، وأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا، دائما كان يهتم بمظهره ويعتني بحاله، فلازم إحنا نقتدي بهذا الإشي. يعني عليك. من ناحية تانية إنه الاهتمام بالبشرة والعناية فيها صار علم يدرس وإله منهجية علمية طبية، فما صحيح. بصير كل إشي سمعناه من تجارب الناس إيش عملوا إنه نقتدي فيه 100%، ممكن يكون ما إشي صح بالمرة. صحيح. واللي ممكن يكون ناسب غيرنا ما بيناسبنا. ما بيناسبنا. مش أي حدا عمل خلطة أو عمل له شغلة يروح هو مسوقها على بالضبط ومخربين فيها بشرتنا. يعني بداية جدا جميلة دكتورة غفران، أنا بشكرك عليها، وفعلا يعني من مظاهر الشكر أصلا إنه إحنا يعني نهتم ونظهر هذه النعمة بأجمل مظهر. أكيد. فبالتالي عنايتنا واهتمامنا بالبشرة هو شيء من نوع من أنواع الشكر لله. أكيد. مش بالضرورة بالمكياج وبالميك اب وبالزينة بقدر ما هو بنهتم تكون بشرة صحية، يعني بشرتنا صحية نحافظ طيب. عليها دائما. إذا نبدأ مباشرة يا دكتورة غفران، ليش لازم نهتم بالبشرة بالضرورة يومي بشكل يومي؟ بشكل يومي. هلا شوف، الاهتمام بالبشرة أول إشي هي عناية متكاملة. نعم. لازم مو إنه أهتم فيها يوم وأهملها يوم أو شهر وشهر، لا لا، لازم دائما نضلنا حافظ عليها. حلو. لأنه أصلا عناية بالبشرة بتحمينا من كتير مشاكل ممكن تصير لنا لبعدين. صحيح. ممكن مشاكل حب الشباب، التجاعيد، الترهلات، التصبغات، فلازم نتدارك هاي الامور على بكير. لانه لو صارت هاي الامور ومر عليها فتره طويله ممكن يصير علاجها صعب، وممكن ياخذ فتره كثير طويله حتى نقدر نعالجها. صحيح. هذا اذا تعالجت. وهي اذا تعالجت. بالضبط. فعشان هيك لازم نبلش من بكير نعمل وقايه انه ما تطلع لنا اي مشاكل للبشره. جميل. غير هيك يعني برضه ما بنغض نظر انه الاهتمام بالبشره لما تكون بشرتنا صحيه حلوه بتزيد ثقة بالنفس. صحيح. ومو شرط برضه، كتير في بنات بحكوا انه لما نعتني ببشرتنا يعني بدي تكاليف كتير باهظة وكتير غالية. لا. صحيح. ممكن باشياء طبية بسيطة نعتني ببشرتنا وتكون امورنا كتير تمام. يا عيني عليكي، وخاصة ان احنا في ظروف اقتصادية ما بتساعدنا ندفع مبالغ كبيرة عشان نهتم ببشرتنا. صح. طيب خلينا هلا نبدا كيف ممكن نهتم او الروتين اليومي للبشرة بحيث اني احافظ عليها انا تكون نضرة متألقة بشكل يومي. هلا خاصة بما احنا هلا بفصل الصيف فلازم نكثف العناية بالبشرة. وخاصة لاصحاب البشرة الدهنية والمختلطة. ليش دائما بنركز على هدول البشرتين؟ لانه كثير بتفرز زيوت ودهون، فممكن هاي الزيوت والدهون لما تتراكم يصير عندنا سد للمسام. بالتالي بتظهر هون عندنا المشاكل من حبوب، تصبغات، اثار حب، مسامات واسعة اللي بيعانوا منها كثير البنات. صحيح. فعشان هيك انا دائما بنصح البنات انه دائما يكون عندنا بالروتين الطبي تبعنا ثلاث اشياء اساسيه: الغسول،
والمرطب والواقي، هدول أضعف الأشياء نحكي إنه يكونوا عنا، ما بنحكي عن الأشياء كتير مثلا سيرومات وغيره، هالأشياء لازم تكون عنا بالروتين. كمان مرة الغسول والمرطب والواقي. إذا برضه بنحكي بالتفصيل عن كل واحد شو أهميته وفوائده. طيب تمام. الغسول اللي هو منظف للبشرة، بيشيل عنا كل الأوساخ والزيوت والدهون، بالتالي بتضلها بشرتنا نظيفة صحية، ما عليها طبقة الجلد الميتة. طب دكتورة ما بزبط المية مثلا لحالها؟ لا، لأنه في بعض أنواع الغسول بيكون فيها مقشرات للبشرة، مثلا مثل مادة السليسيليك أسد. هاي بتعطي تقشير للبشرة، بالتالي بتنظف بعمق. أيوة. وبتصغر لنا المسامات. حلو. بيكون فيها مواد معينة للتنظيف. ممتاز. اذا غسول بعدين المرطب. هلا برضه في اعتقاد خاطئ كثير عند البنات انه انا بشرتي دهنيه مختلطه ما في داعي ارطب، هي مرطبه حالها تلقائيا. صحيح. طبعا هذا شيء كثير غلط. لانه ممكن لو استخدمنا الغسول مثلا وما استخدمنا بعده الترطيب بتجف كثير البشره، فبصير عندنا نيجاتيف رياكشن. البشره بتصير تعمل رد فعل عكسي، عم تفرز زيوت بزياده تعويض عن الجفاف اللي صار. فبالتالي هذا شيء مش صحي ابدا، لازم نرطب بشرتنا، وخاصة في مرطبات بتناسب كمان البشرة الدهنية والمختلطة، بيكون قوامها أقرب للمائي، بيكون أقرب للجل، زي اللوشن هيك نقول، أشياء خفيفة. مش زيتي ولا دهني كتير. لا طبعا ما بصير هيك، أشياء قوامها خفيف جل أو بيكون قوامه أقرب للمائي. آخر شيء الواقي. بس قبل الترطيب متى بيكون؟ طول اليوم ولا بس نيجي بدنا ننام مثلا؟ لا مثلا نفضل دائما الصبح شيء اساس الترطيب، او شيء بنغسل بشرتنا بننشفها بعدين بنحط المرطب. هلا اثناء النهار لو حسيتنا بشرتنا شوي صارت جافه بنحط الترطيب. طب كمان دكتورة غفران، اذا بدنا نطلع من البيت المرطب لازم يكون في واقي شمس ولا عادي لو ما كان؟ لا اكيد لازم يكون في واقي، شيء اساس الواقي اهم شيء بالروتين اصلا. بصير نحطه فوق المرطب؟ ضروري. اكيد، يعني بعد المرطب نستنى مثلا فتره 5 دقائق حتى يصير امتصاص كامل للترطيب، بعدين بنحط احنا واقي الشمس. هذا سؤال معضل كان بالنسبة لي. بالضبط. لازم بعد المرطب 5 دقائق ليصير امتصاص بنحط الواقي. تمام. قديش نسبة الوقاية لازم تكون بواقي الشمس؟ بفضل اقلها 50. من بعد 50 بتصير درجات الحماية تقريبا نفس الشيء، 98-99%، بس ما في واقي شمس بغطي لنا بنسبة 100%. هاي صحيح. بس مجرد ممكن اعلانات تجارية. انه اشي غطي 100%. هلا 50% بيأدي الغرض؟ بيأدي الغرض. ممتاز. اكيد بيأدي الغرض. طيب بضل طول الفترة ولا بدك كل فترة تجددي الواقي؟ بفضل نجدده اكيد. يعني تقريبا كل ساعتين نعمل تجديد للواقي الشمس. خاصة اذا مجال الشغل ميداني نحكي كتير بنتعرض للشمس، لازم هون نجدده. كل ساعتين. كل ساعتين احط طبقه من الواقي الشمس. بالضبط. لانه بتعرف اشعه الشمس قد ايه ضاره، خاصه الاشعه فوق البنفسجيه بتعملنا حتى ممكن تجاعيد تحت. صحيح. العين، التصبغات، هون بتبلش المشاكل. عندنا طبعا مع اهميه انه نرتدي النظاره الشمسيه. أكيد. اذا كنا برا مثلا. أكيد. نحاول انه نبتعد عن اشعه النظارة. بالضبط. حتى لبستك عشان كمان الشفايف ما تتشقق او حتى تتصبغ. طيب حلو جميل. يعني هذا بشكل اساسي اهم خطوات العنايه بالبشره بشكل يومي. طيب إذا بدنا زيادة مثلا نقول إنه بدنا نعتني بالبشرة بالصيف، حكينا إنه يعني ما بكفي يمكن هاي الخطوات، لأنه بيكون حجم الضرر كتير كبير، خاصة عند الناس اللي ممكن تشربش مي كتير، ممكن إنها زي ما تفضلتي بتطلع كتير على الشمس في الميدان. شو ممكن في خطوات زيادة على هيك؟ هذا بالنسبة للناس العاديين يمكن. صح؟ بالضبط. هلا زي ما حكينا احنا هاي اقل التكاليف. هلا حابين عنايه زائده بالبشره، ندخل على روتيننا مثلا سيرومات للبشره. مثلا الفيتامين سي، الهايلورينيك اسيد، بيعطينا ترطيب، النضاره، بتصير دائما بشرتنا فيها لمعه حلوه. حلو. بالاضافه انا دائما بنصح الصبايا كل شهر شهر ونص يعملهم جلسه تنظيف بشره. تمام. لانه مثلا البنات كثير عم بحطوا ميك اب، ممكن يتعرضوا للاوساخ، الاتربه. صحيح. الدخان، هذا كله بتراكم على بشرتنا، فلازم كل شهر شهر ونص دائما نشيل هاي الاوساخ من بشرتنا. عميق جلسه تنظيف بشره عميق الهايدروفيشل. تمام. حلو حلو. بالضبط. طيب هلا نحكي انه احنا اعتنينا بالبشره واهتمينا فيها خارجيا، هل في اشياء داخليه احنا لازم كمان ناخذها مثلا؟ طبعاً. خاصه انك دكتوره صيدله. نحكي المالتي فيتامين، الاشياء اللي زي هيك، الاكل اللي بناكله يكون فيه. هلا بالنسبه اول شيء اذا كان عندنا نقص اصلا بالفيتامين بشكل عام، الحديد، مخزون الحديد، بي 12، فيتامين د، هاي كلها بتعمل شحوب بالبشره. بتبطل البشره فيها حيويه. لو شو ما دهنا لها. بالضبط. لانه لما يكون عندنا نقص بسبب شيء داخلي
صعب نعالجه من برا، لازم اول شيء نعالج النقص الداخلي بعدين بنعالج من برا. فدائما لما مثلا يكون عندنا نقص حديد، مخزون الحديد، اول شيء بتصير عندنا بالبشره مشكله الهالات السوداء. فمثلا كثير كانوا اسئله تجيني انه انا عندي هالات سوداء فبدي اعمل العيون جلسه بالضبط، الهالات السوداء تحت العين، فبتقولي بدي اعمل جلسه، بس كثير اوقات برفض اعملها جلسه لانه السبب الرئيسي للهالات اللي عندها اللي هي نقص الحديد ومخزون الحديد. أيوة. فبتكون الجلسات ما بتعطيها الفعاليه الكبيره. هاي بالنسبة للفيتامين. بالإضافة لازم دائما نشرب مي من 2 ل 3 لتر. طبعا فوائد المي كتير صحية وكتير خيالية بالنسبة للبشرة بالنسبة للجسم، فإشي أساسي شرب المي. إذا شرب المي وناخد الفيتامينات أول إشي من المواد الغذائية الموجودة أصلا بالزبط. وإذا ما قدرنا نحصلها لازم ناخد بالصيدلية اللي هي بتكون من السبليمنت من الصيدلية. طيب تمام، خلينا ناخد سؤال من أسئلة الصفحة. أكيد. إحنا في عنا سؤال يعني استشاري أو أخصائية، فناخذ سؤال من أسئلة الصفحة إذا سمحتوا تطلعوا لنا سؤال على الشاشة. طيب عندنا أم سامي الحوامدة بتقولك الله يعطيك العافية، بس بتسأل إنه ابنها بشرته بتتحسس من أي شيء، فكيف ممكن يعني يتفادى هاي المشكلة؟ هلا البشرة الحساسة هي ما بتكون بشكل عام نوع بشرة، هي بتكون صفة من صفات البشرة. هلأ ليش عم تتحسس؟ ممكن هو فعليا يكون عنده مثلا أكلة معينة عم بتحسس منها، مثلا كتير في أوقات خاصة الصغار بالعمر بتحسسوا مثلا من مشتقات الألبان، الحليب، هاي القصص بتعملهم تحسس. صحيح. غير هيك ممكن يكون عندنا الحساسية بسبب أدوية معينة، برضو هون لازم نراجع الدكتور الجلدي عشان نعرف التحسس بالضبط ونتفادى. تمام. ونختار كريمات معينة بتناسب للبشرة الحساسة. خاصة الطبية بتوقع. أكيد لازم أشياء طبية. لأنه المستحضرات التجميلية بيكون فيها نسبة مواد عطرية. هاي المواد العطرية أو الكحول اللي بتكون الزائدة بالمادة التجميل هون بتعمل تحسس. حلو. طيب أنا كان في سؤال بدي أسألك إياه أول ما قلتي لي عن البشرة الدهنية والمختلطة. كيف نقدر نعرف إنه شو نوع بشرتنا؟ بالضبط. هلا السؤال هذا كثير برضه بنات عم بيسالوا عنه. هلا دائما لكل بشره لها صفات معينه. البشره الدهنيه دائما بنلاحظ المسامات كثير واسعه، البشره دائما ملمعه، فيها زيوت بتحسي خاصه بمنطقه الخدود والدقن كثير بتكون عم تفرز زيوت. البشره المختلطه منطقه التيزون اللي هي الجبين، انف ودقن بدون خدود، هون بتضلها كثير تتراكم على الملمعه والباقي لا. بالضبط، هون بيكون نحكي جاف، وهنا منطقة الدهنية بتراكم الزيوت، الدهون، الرؤوس السوداء بتبين على هالجافة، بيكون ملمسها نحكي شوي قاسي. بيكون فيها احمرار أكتر، بتظهر عليها علامات التجاعيد مبكرة مو مثل البشرة الدهنية والمختلطة. علامات تقدم السن تظهر البشرة الجافة بشكل أسرع. إذا الدهنية إلها فوائد، إلها فوائد من بتأخر ظهور علامات. مشاكلها كتيرة بنحكي بمرحلة الشباب إنه من حبوب وغيره، بس مع تقدم العمر بتضلها البشرة مجدودة. حلو ما شاء الله عليك يا دكتورة غفران. طيب نسمع عن إشي اسمه التقشير. شو هو التقشير ومتى لازم نعمله وشو تأثيراته وهل هو إشي صحي ولا مش صحي؟ لمين اللي لازم يقشره؟ هلأ التقشير بشكل عام بنقسم لنوعين، تقشير عميق وتقشير سطحي. وفي شغله كمان انه لهم بندرج اكثر من شغله، سواء عندنا التقشيرات الكيميائيه، التقشيرات الكربوني، التقشيرات بالفيتامين، التقشير البارد، فهي كلها انواع تقشيرات. هلا متى بنستخدم كل تقشير؟ حسب الحاله يلي عندنا، سواء اذا بتعاني من تصبغ، بتعاني من حب شباب، بتعاني من آثار، أو بس بجرد بدها نضارة، بنختار لها التقشير المناسب لإلها. هلا بالنسبه للاوقات في كتير البنات بيفكروا انه التقشير ممنوع ينعمل بالصيف، يمنع منعا باتا، طبعا هذا الاشي مش صح ابدا. تمام. هلا يفضل هو اوكي بالشتاء، بس في انواع تقشير اصلا عادي لو انعملت بالصيف اللي هي بنحكي له التقشير البديل. أيوة. هذا لو عملنا التقشير وتعرضنا للشمس ما في اي مشكله. تمام. ولو حطينا مكياج بعده ما في اي مشكله. هاي تقشيرات حديثه. في بعض انواع التقشير الثانيه اوكي يفضل اكثر بفصل الشتاء، بس برضه لو عملناها بالصيف والمريضه اتبعت التعليمات الصح بعد كل جلسه ما بيكون عندنا اي ضرر. انه ما تتعرض للحراره، بس هي بيكون شوي صعب عليها، فعشان هيك بنفضله اكثر
بالشتاء بس مش يمنع. اها اذا في التقشير انواع، في شيء عميق وفي شيء سطحي وانه التقشير مش شرط انه ما ينعمل بالصيف، في انواع بزبط تنعمل بالصيف. أكيد. حلو، هاي معلومات جدا مشكلة. مهمه كمان. طيب بدنا نحكي عن موضوع حب الشباب واثاره، كثير الشباب بيعانوا من هالمشكله جداً. فبدنا نعطيهم حلول وشو ممكن يعملوا فيما لو طلع حب الشباب وما قدرنا نتدارك وصار في اثار على الوجه. تمام. هلا حب الشباب زي ما حكينا هي مشكله شائعه بين الصبايا والشباب خاصه بفتره المراهقه. هلا شيء طبيعي يظهر، هي بتكون بسبب تغيرات هرمونيه فبتظهر عندنا هاي الحبوب. بس الشيء اللي مش صح السلوكيات اللي ما بعد ظهور الحب. صحيح. سواء في ناس بيلعبوا بهذا الحب بجروحه فبصير عندنا الاثار والحب بينتشر بكل الوجه. أيوة. فهون لازم مباشره نروح عند دكتورنا الجلدي يعطينا الادويه سواء كان عن طريق مثلا الرؤكتان، معروف طبعا فوائد الرؤكتان بالنسبه لعلاج حب الشباب، او عن طريق المضاد الحيوي، او عن طريق جلسات حديثه عم تتوفر حاليا بالمراكز والعيادات، نستهدف دايركت المشكله يلي عندنا ومنعالجها. حلو حلو، نجمع بين الشيء الطبي والتجميلي وبين الشيء التجميلي بالضبط. فهون اهميه تخصصك دكتوره وانك بتفيدي عن جد الناس، لانه ما بتمارسي موضوع التجميل او البشره اهتمام فيها بشكل عشوائي او عن طريق المنظفات الكيميائيه فقط بالضبط. انما بتروحي انت للشيء الطبي والشيء الصحي، لانه بالنهايه هم مكملات على بعض. يعني ما بزبط انا اعمل جلسه عندي بالمركز وما اعطيها روتين تتبعه بالبيت تشتري من الصيدليه، بيكون الشغل مش فيه بالانس توازن. صحيح. لازم دائما يكون عندنا توازن بالشغل. طب في انواع اكل دكتوره وفران بتزيد حب الشباب؟ طبعا. هلا دائما الزيوت، الدهون، اكل الشوكولاتات والحلويات هاي بتزيد. الاكل الجاهز بتوقع بالضبط، الفاست فود، هاي كل اكل الجاهز هذا اكيد بيعمل زيوت. فاللي بيطلع له حب شباب يحاول ياكل من طبيخ امه. صح؟ بالضبط، هاي هي عشان ما يزيد حب الشباب. بالضبط. طيب ما تضلكم تطلبوا اكل جاهز وعشان بشرتكم تضلها حلوه. طيب في بيتبعوا كورس لمعالجه حب الشباب اعتقد ذكرتين، كانه لازم ينعمل قبله فحوصات. اكيد، لانه هو بياثر على الكبد. نعم، اللي هي مثل الدواء الرؤكتان. الرؤكتان هو يعني بيشتغل على كامل الجسم، سيستمك بنحكي له. أيوة. بيشتغل، فلازم احنا نعمل فحوصات للكبد، السكري، الدم، هاي كلها لازم قبل الدواء وما بعد، لانه له احتياطات كثير لازم تتبعها المريضه اللي عم تاخذ دواء الرؤكتان، وخاصه الجفاف اللي ممكن يصير اثناء اخذ دواء الرؤكتان. تمام. طيب شهرزاد اتصال ولا سؤال؟ طيب السلام عليكم، اهلا يا شهرزاد، حي الله. السلام ورحمه الله وبركاته، نورت نورت والله، منورين بوجودك يا حبيبتي. إيه الله يسعدك. وعن جد بقول يعني اقول لك صراحه بتحسي انه الدنيا بخير يا حبيبتي، في ناس هاتين هم الناس. والله انتوا طالما انتوا بخير احنا بخير، واكيد الدنيا بخير طالما انتوا فيها يا حبيبتنا يا شهرزاد. الله يسعدك. الله ما احلى هالاسم، بجنن. الله يسعدك. الله يسعدك يا عمري، حتى حفيدتي اسمها على اسمي. ما شاء الله، الله يخلي لك اياها يا ربي، ويخلي لك اولادك ان شاء الله وتفرحي فيهم. طيب احنا معنا الدكتوره غفران اللي هي اخصائيه البشره ودكتوره صيدله وعم بتجاوب عن علم وعن درايه وخبره، فشو بتحبي تساليها يا شهرزاد؟ شوفي اول شيء بدي اقول لك شغله، انا ست كبيره مش صغيره. يعني بيني وبينك بال 77 سنه او 76 شباب سنة. شباب لساتك. بس الحمد لله رب العالمين، يعني بتمتع ببشره ما شاء الله. طب شو السر اذا بدها تعطيني انا والدكتوره غفران شو السر معناته؟ حبيبه قلبي، بتعرفي كانوا زمان يسالوني يقولوا لي امانه شو بتستعملي؟ هم والله ولا شيء، بغسل بتوضى وبس. ما شاء الله. فإحنا مش غلط بنستفيد من الدكتورة السيدة غفران. طب أم إيش اسم ابنك الكبير؟ أم العبد. يا أم العبد الله يخلي لك إياهم يا ربي. يعني هو شوفي يمكن زمان إحنا كنا الستات يقعدوا في البيت فترة أطول وما يطلعوا فبيحافظوا على بشرتهم، ومع الوضوء يمكن بيمشي الحال، بس بتوقع وأكلنا كان صحي، أكل الستات زمان كان صحي. الأكل هو الأكل، أنا الأكل الجاهز أبداً ما بحبه. هي الدكتورة أبداً. كمان بتقولنا إنه الأكل الجاهز أبداً نبتعد أبداً. عنه. أنت قبل أسبوع أولادي أخذوني يعني مغصوبة، قلت لهم أنا بفضل ما آخذ سندويشة لبنة، سندويشة جبنة، ولا إني آكل أكل. والله، أو زيت وزعتر هيك محمصة. زيت وزعتر، حبيبتي، ولا الأكل الجاهز.
بعمل سلطه طيبه، بعمل تبوله. ما شاء الله عنك، مبين عليك معدله. خلص بدك تعزمينا انا والدكتوره غفران وفريق البرنامج عندك، شو رايك؟ يا ريت والله، بتمنى والله. الله يسعدك يا رب. انا ترى لاني مشتركه بمركز عامر بسويفيه، فدائما احنا بنجتمع اخوات. ما شاء الله عنكم حضرتكم. ما شاء الله عنكم، الله يفتح عليكم. لا لازمنا زياره لكم ان شاء الله، وان شاء الله هيك نلتقيكي ويدوم بيتك عامر يا ام العبيد حبيبتي. الله يرضى عنك ويبارك فيكي. بتمنى حبيبتي الله يعني يسعدك. يعني افاضل مثلكم بتمنى انه يشرفوني. والله انت الخير والبركه. شرف عظيم الي حبيبتي. الله يزيدك شرف والشرف لنا ويدوم بيتك عامر يا ام العبيد. حياكي الله. شو رأيك يا دكتورة غفران؟ هدول الستات بقول لك احنا معتمدين على الوضوء وبشرتنا ما احلاها. هلا اكيد زي ما تفضلتي انه زمان مو زي هلا، صحيح. سواء من ناحية اكل، سواء من انه هلا المرأة عم تشتغل، عم تطلع كثير خارج المنزل، صحيح. فهون كثير عم تتعرض لأشعة الشمس، غير هيك التوترات والضغوطات في الحياة، صحيح. هذا كله عم بيأثر. والأجهزة والله انه يعني الواحد بيكون يطلع هيك وغير تفاصيل وجهه كلها، ما بيكون شاعر. السهر، هاي الأشياء، هاي نعم. كلها بتأذي، صحيح. فما بنقدر نقارن كيف كانوا قبل وكيف هلا. هاي الإضاءات اللي بتطلع من الأجهزة بتأثر يا ترى؟ طبعا أكيد أكيد، كل هذا بيأثر. هاي كلها عبارة عن أشعة ضارة، صحيح. خاصة لما تكون لفترات كثير طويلة عم تتعرض لها أكيد رح تضر بشرتك، صحيح. طب الإضاءات هاي تبعت الكاميرات عشان نطلب تعويض من الإدارة. طيب هلا احنا بدنا نسأل كمان على موضوع الجلسات اللي هي بيعملوها في مراكز التجميل اللي هي الهارد فيشال او هايدرو فيشال. هلا الهايدرو فيشال هو تنظيف بشرة عميق. هاي الجلسة اللي حكيت لك اياها قبل شوي دائما بفضلها كل فترة تنعمل، يعني من حدود شهر لشهر ونص ماكسيموم. هاي التنظيف العميق اللي حكينا عنه، تنظيف بس بالزبط. هذا الاسم للأجنبي، احنا بنحب الأجانب. طيب. هو هيك بنتخلص فيه من الرؤوس السوداء، البيضة، الزيوت، الدهون، بنقشر البشر بشكل سطحي، بنحط اثناء الجلسة الكريمات والسيرومات بتعطي نضارة كثير عالية وترطيب. جميل. ففعليا بعد الجلسة دائما اسمع ملاحظة انه حاسة بشرتي فريش، حاسة بشرتي تتنفس. عم تتنفس. بالضبط، لانه بيكون متراكم عليها كثير مكياج. صحيح. والديرمابن وهي الاشياء، هلا الديرمابن اشبه لكم اياها، هي عباره عن قلم فيه ابر كثير صغيره. هاي الابر بتحفز دخول ماده الميزوثيرابي. ايش هي ماده الميزوثيرابي؟ عباره عن مجموعه فيتامينات احنا بنحطها حسب كل بشره شو عم تحتاج، فمنمشي اللي هو قلم الديرمابن مع ماده الميزوثيرابي، بتعالجنا من ناحيه نضاره، من ناحيه مسامات، اثار حب الشباب جدا مفيده. خاصه نحكي لها بوست انفلامنتوري هايبر بيجمنتيشن، الاثار الحمراء اللي بتكون ما وراء حب الشباب. ايوه، فوائدها جدا عاليه. يعني بعد عالية. العلاج من حب الشباب بلزم هاي الاجراءات. بالضبط، بعد ما نخلص من الحب الشباب، لانه اصلا ممنوع نستخدم ديرمابن في حاله كان عندنا حب شباب. تمام. لانه ممكن البكتيريا تنتقل على كل الوجه. احنا بنخلص من الحب وبنبلش علاج. طيب كلف السيدات اللي بعد الحمل كمان بيروح بهاي الاشياء؟ اكيد. هلا بس في كمان شغله، انه زي ما ذكرت لازم اول ما تظهر عندنا التصبغات مباشره نعالجها، لانه لو تراكم عندنا الكلف على مدى سنين بصير علاجه جدا صعب، او ممكن مكلف. في كثير حالات كمان ما يروح ابدا. نعم. بالضبط. اللي هو ليش اصلا تظهر عندنا هاي التصبغات؟ اللي هي بسبب زياده بافراز ماده الميلانين ببشرتنا، بالتالي عم تظهر هذا التصبغ. وطبعا له كثير جلسات، واهم شيء اهم شيء عشان نتفادى نعالجه اول باول. بالضبط، ونحط واقي شمس خاصه بمشكله التصبغات. اذا وقايه، وبعدين اذا طلع بدنا نعالجه مبكرا، وفيما لو ما عالجناه لازم نتدارك كمان بعد هيك. بالزبط. الامر في علاج ممكن أكيد. يكون سواء عن طريق كريمات طبيه من الصيدليه او عن طريق جلسات بنعملها بالمراه كده. تمام. طيب ابره النضاره شو قصتها وشو فوائدها؟ ابره النضاره هي كثير هلا صبايا عم بيطلبوها. ابره النضاره بيكون فيها تركيز عالي من ماده الهايلورينيك اسيد، نحقنها على كل البشره، بالتالي البشره بصير فيها ترطيب عالي، البشره منتعشه فبتعطيني النضاره العاليه. حلو. خاصه البنات بحبوا على راس الخدود دائما لقوا اللمعه. ايوه، اللمعه الحلوه فبتعطي نضاره وبتعطي. اكيد فوائدها كثير حلوه ابره النضاره. طيب وفي بيعطوا ابر كمان فيتامين تحت العيون كانه البلازما. أه. هلا ابر البلازما اللي هي بتكون احنا بناخذ دم، بنسحب دم من المريضه، بنفصله عن طريق جهاز متخصص، فبنستخلص بس ماده البلازما. ماده البلازما اللي هي بنحقنها حوالين العين، بس مدى تكمن اهميه هاي الجلسه كل ما كانت الفيتامين بجسمنا اعلى.
اللي هي ذكرناها قبل شوي، الحديد ومخزون الحديد بشكل اساسي. حلو. بس لو ما كانوا كويسين بصراحه ما بفضل نعمل هاي الجلسه. جميل. طيب احنا كل حكينا كان عن الوجه، خلينا نروح للايدين. الستات كثير بيستخدموا المنظفات وايديهم ممكن يتعرضوا بينشفوا، ممكن حتى بيصير فيهم كمان نمش او صح. نتيجه استخدام المنظفات. كيف ممكن نهتم بايدينا بدايه وقايه عشان ما يصير هالحكي؟ أكيد. وفي ما لو صار كيف ممكن نعالجه وكيف نرطب ايدينا؟ هلا كيف نهتم ونعمل وقاية؟ إنه دائماً بشرتنا نقشرها أول بأول عن طريق سكربات، مقشرات فيزيائية موجودة بتكون بالصيدليات. نعملها على إيدينا مباشرة. بالضبط. مقشر من قشرة بنقدر بالبيت نعملها وإحنا قاعدين. بالضبط. بعد هيك بنحط المرطب، بنرطبهم. هلأ في حالة ممكن نطلع على بر البيت ورح نتعرض لشمس، بنحط واقي شمس على الايدين. في ناس بفكروا بس الوجه هو اللي بنحط واقي، لا بنحط على ايدينا كمان، بنحط على رقبتنا ما بننساها عشان ما تنحرق من الشمس. احنا محجبين لكن الشمس بتخترق الحجاب وممكن انها تضر، اللي هي تراكم العرق ولما يصير ضغط بهاي المنطقه ممكن المنطقه نفسها تتصفى. فلازم الواقي يكون حتى على الرقبه ونحط على ايدينا. نحط اكيد لان الرقبه برضه جزء من الوجه، لازم نرطبها ونعتني فيها عشان برضه ما تظهر عليها التجاعيد مبكرة. حلو. حلو كتير. طبعا أنا متأكدة الستات حيقولوا أنتم منرطبوا إيدينا دايما تحت الجلي وبالطبخ وبال... يعني لازم نلاقي وقت لإننا نعتني بحالنا. صحيح. زي ما في وقت للبيت وقت نعتني بحالنا. يعني عليكي حتى كمان الأقدام إلها طريقة عناية. أكيد. ونرطبها حتى ما تجف وما تتشقق. في سيدات بتتشقق عندهم الإجر. بالضبط. دائما تقشيرات أول بأول هي هاي، نلبس الجرابات، ندهن مواد ترطيب، هون بتكون أمورنا تمام. إذن... هلا في حالة كمان بس عدم مقاطعة حديثك، لو كان عندنا كتير تصبغات بالإيدين في مواد نحكي لها تقشيرات كيميائية تستخدم حاليا بالمراكز والعيادات تعمل على تفتيح الإيدين كاملة. حلو. كل هاي الطبقة بتنقبع اللي هي الخارجية اللي فيها التصبغ وبتتفتح الإيدين كاملة. حلو جميل. هاي بفلوس ولا مجانا؟ هو ده الإشي مجاني. ما في إشي مجانا. طيب نحكي عن آخر شيء، إحنا خلصنا تقريبا يعني عم يخبروني انتهى الوقت، بس أنا بدي أستثمر وجودك معي لآخر لحظة لأنك ما شاء الله عنك. الركب والكواع هدول كمان بتعرضوا بصير لونهم ممكن يسود مع الزمن. صح. نتيجة الركوع أو الشغل أو كذا ممكن إنه يتغير لونهم، يصير في خشونة فيهم. صح. كيف ممكن كمان هدول نعتني فيهم؟ نفادة إنه أكيد ما نلبس اللبس الضيق ابدا، لانه كل ما كان اللبس واسع بيكون في عدم احتكاك، فهذا الاشي بيساعد. شغله ثانيه، ما نقعد كثير على ركبنا، على الكوع ما نرتكي كثير عليهم لانه هذا له كثير دور بالتصبغات. ترطيب، تقشير، هاي الاشياء الاساسيه، لوشنات للجسم، هاي كل اشياء. نبعد عن المواد العطريه. اللي هي بنحكي لها الكوزمتيك التجميلي، لأن المواد العطريه وخاصه لما تكون اشياء مش طبيه ممكن تضرنا وتصبغ الجسم، ما تفيدنا ابدا. اذا دائما نلجا للمختصين وناخذ المواد الطبيه. يعني تمام. مختصين زي الدكتوره غفران. الله يسعدك. يعني انا كثير مبسوطه من هاللقاء الحلو، انا شخصيا استفدت كثير منك دكتوره غفران، وهيك ان شاء الله بنصور لك فواصل خاصه للعنايه بالبشره ان شاء الله، اللي تحكي مباشره مع الجمهور بدون ما أنا أكون وسيط. وأنا جاهزة. إن شاء الله. شكرا لك. طبعا كل الشكر للدكتورة غفران الحكيم، وهي حكيمة، دكتورة صيدلة وأخصائية بشرة، ويعني بتعطي دورات تجميلية للعناية بالبشرة. قدمت لنا مجموعة من النصائح والإرشادات للعناية بالبشرة. بنتمنى تكون مشاهدينا فقرتنا نالت إعجابكم وكان فيها متعة وفائدة. راح نروح مشاهدينا مباشرة للأستاذة صفاء أبو نابعة المحامية والمشاهدة والاستزارة للأطفال، موضوع مهم، نتابع مع بعض.